تفاصيل ما حصل اليوم في منطقة البداوي شمال لبنان، حيث كانت فرقة من الجيش اللبناني تطارد مجموعة متطرفة ومسلحة في إحدى المناطق، حيث تواجهت معها وأطلقت النيران باتجاهها ما أدت إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 4 جروح بليغة. هذه الجريمة هي جريمة إرهابية، فالجيش اللبناني يعني كان يحاول يعني السيطرة على هذه الخلية التي على ما يبدو لها ارتباطات بتنظيم داعش الإرهابي، وحصل المواجهة. ووفق المعلومات فإن الجيش اللبناني حاليا يطاردها بعد أن حدد نقطة تواجد باقي المجموعة الإرهابية، ويعمل على تطويقهم قبل الانقضاض عليهم والسيطرة تماما على هذه المجموعة. اليوم في لبنان يعني يتم الحديث مجددا، وهذه الحادثة تظهر أو تلقي النظر مجددا على السلاح المتفلت والموجود في مختلف المناطق اللبنانية، وتضع هذا السلاح بشكل عام تحت إطار السلاح المتفلت الذي يؤدي لتقويض الدولة اللبنانية وتقويض سيادتها. كل سلاح متفلت في الدولة اللبنانية وفي أي منطقة لبنانية هو مرتبط بشكل أو بآخر بالحماية التي يقدمها سلاح ميليشيا حزب الله له. والبعض يربط أن عودة تنظيم داعش للظهور سواء في لبنان أو في العراق أو في مناطق أخرى بأنه كلما يكون هناك أزمة للمحور الإيراني وميليشيات في المنطقة تطل داعش من جديد لتشكل تهديدا أمنيا لهذه الدول، وبالتالي وكأن هناك من يريد القول أن المحور الإيراني أو الفوضى في الدول. واليوم نرى السلاح المتفلت شمال لبنان يعود إلى الواجهة من جديد بعد أن رأينا أن اقتربت الحكومة من الانفراج، وهناك احتمال أن تنجح المبادرة الفرنسية تجاه تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية، ومن ضمنها لأول مرة عدم وجود حزب الله وحركة أمل ضمن هذه الحكومة.